تسأل هذه المستمعة وتقول: ما رأيكم في عمل الصبغة السوداء للشعر للمرأة؟ هل هي حرام أم جائزة؟ إذا كان الشعر أبيض من الشيب أو مشوه اللون، نعم، فإنه يغير بما يزيل لون الشيب أو يزيل لون التشويه، يعني يصبغ بغير السواد. أما السواد فإنه لا يجوز الصبغ به، لا يجوز صبغ الشيب به، قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، والمراد السواد الخالص. أما السواد غير الخالص أو بقية الألوان التي تغير الشيب أو تغير التشويه في الشعر فلا بأس بها. نعم.